تفضلي استاذه. استاذه بالسؤال ديالك هاد القضيه هذه معناها القبيله كتدوي على هاد القضيه وكتدوي بحرقه وكتقولي كيفاش زعما يعني وصل بهاد السيده هذا يعني وصلت لهاد الدرجه ديال التعذيب ديالها. ماشي غير انا بوحدي، المغرب كامل خارج الوطن وداخل الوطن، باش انسان تخرج على لقمه العيش وتتكرفص بحال هاد القبه الطريقه هادي. حنا ماشي في القرن الجاهليه، تبارك الله حنا راه في 2024 وكل واحد تيعرف قانونه وكل واحد تيعرف اللي عليه واللي ماشي عليه. باش هاد السيده تكرفص ما عجباتكش صيفطيها لدارهم، علاش تكرفص كل البنت بحال هادي على طراكس؟ راه ماشي غير انا بوحدي، راه المغرب كامل الناس كاملين مستنكرة هادشي دات هاد السيده هادي. راه دري صغير وشافها يقول لك عيب وحرام عليها، وكنتمنى ان شاء الله باهي في يد القانون وحنا واثقين في القانون ان شاء الله ما غتاخذ غير الجزاء ديالها. الجاره ديالها انا ماشي الجاره بالضرب، بيني وبينها زعمت انا مشيت سولت يعني شفتي السمعه ديالها في البلدي. اه يعني كتعرف دابا بحال دابا ها الغيزونس ديالنا عندك البومبا ديال ليسونس جوج عمار جوج غيزونس كاينه هي. انا نهار اللي شفت داكشي بالليل اللي كامل منعش يعني هي شويه عدوانيه كيعاودوا يقولوا عدواني. شنو قالوا لك؟ داكشي اللي قالوا عباد الله هو اللي كاين واللي قالوا السود، ما كاين حتى حاجه. البنت ما كتبات في والو، اللي قالته البنت واللي قالوا الشهود ديال مراكش واللي قالوا الشهود ديال العماره ديالها هو اللي كاين. صافي السيده كانت طاغيه عاجبها راسها، انا ما فهمتش. نقدر نقولها هي مريضه حتى راجلها مريض، نقول راجلها مريض حتى هي مريضه، راه في جوجهم. وحتى الاول كان تيضرب، انا دويت مع كنزه في التليفون، حتى الاول عنده 14 عام كان كيضرب. اه تا هو هاي هاي كنزه حدانا سولوها حشومه يعني يسحب الفلوس كيتعداو على ماشي يسحب الفلوس، كلشي عندهم الفلوس. كاين يسحب الفلوس اللي كيتعاملوا مع معاملات بحال ولادهم معاملات. هذه السيده هي وراجلها يا كيتناولوا شي حاجه يا شي حاجه شي حاجه مخبقه عندهم ما فهمتهاش. حيت من المستحيل تشد بنت دير لها ديك الطريقه بحال داز عليها طراكس، من المستحيلات. راه كنضربوا بنادم تناكلوا عصا تصريفيقه، ولكن هي راه تحدات الحدود. او راكم بقات معها شركه تتقتلها، ما بقى بينها وبين القتل والو والو، كاينه ما كايناش. ها هي دابا حالتها حاله، ها هي باقا عندها اوبيراسيون ديال النيفه، ها هي ودنيها ما بقاش كتسمع بها. شنو هاد الشيء؟ كاع حنا مشيو نخدموا عند عباد الله يديروا لنا بحال هكا، كنا خدامين عند الناس. ها اللي مشى يخدم على لقمه العيش نتكبسوا عليه حنا بحال هكا، اولا انا نجيب خدامه ندير لها بحال هكا. اه وبحال بحال بحال، ويمكن هذيك احسن مني انا واحسن من اي واحد. هذه كنزه احسن منا كاملين، انا كنشوف احسن منا كاملين. ما شفرات ما سرقات ما البنت غاده على الحلال تقلب على اول نوبه وقالوا لها قال لها خاله اول نوبه كتخرج البنت من دارهم اول نوبه كتخدم. الا ما غسلتلكش كاسونه مزيانه غدا غتغسلها، علميها بشويه بشويه. هادشي اللي كنعرف انايا ماشي بال ما عرفت والله دابا يمكن يطلع لي الدم. وشكرا.